يستعد رواد الفضاء بالمكوك الأمريكي ديسكفري لإنهاء مهمتهم بانفصال المكوك عن المحطة الفضائية الدولية اليوم عائدا إلى الأرض. كان طاقم ديسكفري والذي يضم 6 رواد فضاء أمريكيين إلى جانب رائد فضاء سويدي قد أجرى 3 مهمات سير في الفضاء بهدف نقل معدات جديدة للمحطة الفضائية. وبانتهاء مهمة المكوك ديسكفري التي استغرقت 13 يوما تستبعد المحطة الفضائية الوصول إلى أول سفينة شحن يابانية تحمل مزيدا من الإمدادات والمعدات.